أقيمت في الدوحة المنافسات النهائية للأولمبياد الوطني للروبوتات في قطر برعاية المجلس الأعلى للتعليم، وقد شارك فيها حوالي 160 فريقا من مختلف المراحل التعليمية والمدارس في الدولة. الروبوت في خدمة الإنسان، هذا ما أراد القائمون على تنظيم دورة هذا العام من الأولمبياد الوطني للروبوت في قطر، ترجمته من خلال تدريب نخبة من الطلاب على برمجة ما يعرف بالإنسان الآلي أو الروبوت للقيام بأعمال محددة تحاكي مهام يمكن تطبيقها على أرض الواقع. دورنا في هذا الروبوت انه يخليه يسوي يرزف، فتعزز الثقافه القطريه المعلومات عند الناس، لما يجي يشوف يعني ناس يرزفون يعرف ان هذا يعني رخصه تقليديه عند هذه الدوله. طلاب من مدارس ومراحل تعليميه مختلفه تنافسوا على الظفر باللقب لتمثيل قطر في الاولمبياد العالمي الذي سيجري في جاكرتا منتصف الشهر القادم. كذلك شاركت في هذا الحدث فرق من خارج المدارس بمشاريع وتدريبات ذاتية نفذ بعضها أفراد من أسرة واحدة. الهدف من الروبوت أنه يأخذ الماء من البير ويحطه في مكان ثاني، بعدين ترجع المهمة للناس اللي عندهم وهم مهمتهم أن يوزعون على الخيام وعلى الحيوانات. تطوير الاهتمام بمجال التقنية وتحفيز الناشئة على خوض آفاق البحث العلمي والتخصص فيه هو ما سعى إليه المجلس الأعلى للتعليم من خلال رعايته لهذه النشاطات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى أخذت على عاتقها الدعم والتمويل. درب في خلال الفترة الماضية أكثر من حوالي 250 مدرس، ودرب أكثر من حوالي 400 طالب في خلال المرحلة الماضية ليشاركوا في هذه البطولة. الروبوتات التي يتبارى بها الطلاب أوروبية المنشأ وكلها متشابهة، إلا أن الطلاب يقومون ببرمجتها بطرق مختلفة للقيام بأعمال تتوافق مع ابتكاراتهم. الطلاب متحمسون ومتفاعلون مع ما تعلموه في برمجة الروبوتات، ونأمل أن يحفزهم ذلك على اختيار تخصصات علمية في حياتهم العملية. وككل منافسة تكشف نهايتها عن فائزين وغيرهم ممن لم يحالفهم الحظ، يتقاسمون الفرحة والأمان بحظ أوفر في منافسات العام القادم. حافلة بالإبداع هي تلك المنافسات التي تلتقي فيها نخبة العقول الشابة، وقد قيض لها الدعم الهادف إلى وضع الإنسان العربي على خريطة المستقبل. رائد بدوي، الجزيرة، الدوحة. شهدت محميات النحل في كندا تدني